صدر عن صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد ال خليفه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم 12 لسنه 2022 بتعيين مدراء في مؤسسه التنظيم العقاري جاء فيه الماده الاولى يعين في مؤسسه التنظيم العقاري كل من السيد حمد محمد يوسف هزيم مديرا لاداره المعلومات والتطوير العقاري السيده وجدان احمد عبد الله البن علي مديرا لاداره الموارد البشريه والماليه وسيده مهناز غلوم محمد أبو القاسم مديرًا لإدارة العمليات العقارية.